برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في مشهد جديد من مشاهد النيل والذي نتعرف عليه اليوم على أهم التطورات على الساحة الليبية. الموقف غاية في الصعوبة والتعقيد، فالميليشيات المسلحة تسيطر على المباني الحكومية في طرابلس فيما يسمى ميليشيا ثوار فجر ليبيا. نتعرف على أهم المستجدات على الساحة الليبية، خاصة أن نحن نعلم جميعا بأن الأمن القومي المصري متصل بالأمن القومي الليبي، فنحن من دول الغوار المتقاربة جدا من الأراضي الليبية. يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا الأستاذ سليمان جودة، الكاتب والمفكر والمحلل السياسي. برحب بالكاتب الصحفي أستاذ سليمان. من أين يمكن أن نبدأ المشهد الليبي في ظل هذه التطورات؟ والله نبدأ من أنه يعني عارفين أنه لما نتكلم عن ليبيا نتكلم عن نفسنا تقريبا، يعني نعم زي ما قلت متصل بأمن القومي طبعا. لا وحضرتك أشرت وأنت بتقدمي الحلقة أنه في جوار مباشر بينك وبين ليبيا، يعني أنت عندك 1000 كيلومتر حدودك الغربية مع ليبيا، وبالتالي لما تيجي تتكلمي عن عما يحدث في ليبيا فأنت بتتكلمي عن شأن يخصك بشكل مباشر، ما فيهاش كلام. واهتمامك بالشأن الليبي سواء كشعب مصري أو كحكومة مصرية أو كنظام حاكم مصري طبيعي، ما تقدريش أبدا تتجاهلي ما يحدث هناك، لابد أن تعرفي ماذا يحدث أو ماذا يجري وكيف يمكن حل هذا الإشكال الكبير الذي تمر به ليبيا. لكن يعني الواحد لازم يسأل نفسه سؤال، لماذا يحدث ما يحدث الآن بهذا الشكل؟ يعني لدرجة أن الحكومة الليبية تخرج بنفسها في بيان رسمي وتقول أن هي فقدت تقريبا السيطرة على طرابلس العاصمة، عاصمة الدولة. يعني أصبحت الحكومة مش قادرة لا تتواجد في العاصمة ولا تسيطر عليها، حتى تم منع دخول الموظفين من تأدية يعني وظائفهم. نعم يعني أمر غاية في الصعوبة والخطورة الحقيقة. يعني ده بيأتي في أو بيجي في الوقت اللي بينعقد فيه اللي كان بيعقد فيه البرلمان الليبي الجديد. نعم وده برضو يمكن يفسر لنا شيء من التصعيد، هذا التصعيد لماذا الآن وبهذا الشكل، ولماذا أيضا دخول رجب طيب أردوغان الرئيس التركي على الخط في الموضوع أيضاً. لأنه له تصريحات النهاردة أدت إلى أنه الحكومة الليبية استدعت السفير الليبي من تركيا واحتجت على كلامه ورفضت كلامه تماما، لأنه هو بيتكلم عن أنه البرلمان الليبي الجديد الذي انعقد في طبرق ما كان له أن ينعقد في هذا المكان باعتبار ان طبرق ليست العاصمه. وده الشيء اللي يخليك تتسالي ما علاقه اردوغان بهذا الموضوع، يعني ما شان اردوغان بانعقاد البرلمان الليبي او عدم انعقاده، وانعقاده في طبرق او انعقاده في طرابلس او في اي مدينه. يعني يبين لك في النهايه برضو انه ده يعني هذا الشخص طرف في الموضوع بشكل ما. يعني هناك انتقادات أيضا خرجت بنسبة للتدخل التركي في الشأن الليبي خاصة في هذا التوقيت، انتقادات شديدة وصلت إلى حد استدعاء السفير نفسه. نعم. السفير اللي استدعي من تركيا، والرد الليبي على كلام أردوغان كان رد حاد وقاسي، بما معناه إذا كنا احنا بنعتبر الليبيين يعني أو الحكومة الليبية إذا كنا بنعتبر تركيا دولة صديقة فيجب أن تحترم هذه الصداقة وألا تتدخل في الشأن الليبي بأي طريقة. نعم قبل التطرق يعني التدخلات الدولية، هل يمكن الحل عن طريق الدول العربية أو لابد من التدخل الدولي؟ خلينا ناخد نقطة مهمة غاية في الأهمية، من تلك الميليشيات يا أستاذ سليمان؟ يعني أكيد المشاهد بيتفرج علينا الآن أو بيشاهدنا الآن، من هؤلاء الميليشيات؟ هؤلاء الميليشيات ميليشيا على سبيل المثال مثلا فجر ليبيا، من أين يمولوا انتماءاتهم؟ ما هو ده السؤال، لأنك بتتكلمي عن مش بتتكلمي عن ميليشيا واحدة أو قوة واحدة مسلحة، بتتكلمي عن ميليشيات وعدد من القوة المسلحة المتناحرة المتصارعة اللي أنت ما انتش عارفة لا مين وراهم بيمولهم ولا مين بيحط السلاح في إيديهم ولا مين بيوقف إلى جوارهم. لكن لما تلاقي
يعني الأطراف الدولية بتكشف عن نفسها بنفسها. يعني هذا التدخل التركي على من خلال الرئيس التركي يقول لك على طول أنه هو متداخل هناك بشكل أو بآخر، لكن هو متداخل مع أنهي ميليشيا من كل دول بالضبط؟ من النهاية أردوغان هل هو له علاقة بفجر ليبيا دي اللي بيتكلموا عنها، واللي هي أعلنت أن هي مسيطرة تقريبا على العاصمة؟ هل هو بيسلحها؟ هل هو بيمولها؟ هل دي كلها على بعضها لها علاقة بحكاية داعش؟ هل صحيح أن الحقيقة علامات استفهام كثيرة تفرض نفسها على أن داعش زي ما اتقال امبارح ولا أول داعش بتدار من تركيا نفسها؟ ده يعني هناك كلام كثير وتساؤلات كثيرة، واغلبها تساؤلات حائره لانها تقريبا بلا اجابات. لكن انا عايز اربط بين اللي بيحصل وبين انه البرلمان الليبي كان على وشك الانعقاد، وكانه ما يحدث الان في ليبيا الهدف منه هو منع البرلمان الليبي من الانعقاد. لماذا يمنع البرلمان من الانعقاد؟ لانه علينا ان نعرف انه في الانتخابات الليبيه اللي البرلمان ده جه بيها الاسلاميين كلهم لهم فيه أقل من ثمن عدد المقاعد. وكأنه هو أنت بتتكلمي عن برلمان ليبي جديد فيه 200 مقعد، نصيب الإسلاميين على بعض 23 مقعد، يعني أقل من الثمن. فهل هو السبب أن هذا التصعيد؟ دي على فكرة نقطة غاية في الأهمية، لابد من التوقف يعني عنده. هل التصعيد في الوقت ده وبهذا الشكل الهدف منه منع البرلمان الليبي من الانعقاد لأنه برلمان لا يسيطر عليه الإسلاميين، بل مش ما يسيطروش بس، وإنما كل نصيبهم فيه على بعضه 23 مقعد من 200 مقعد، يعني ربعه 25. هم تمن قصدي أقل من لم يصلوا إلى هذا الحد، فهم لم يصلوا إلى التمن عدد المقاعد. وبالتالي هو هل الهدف يعني ده تساؤل. عايز حضرتك تقول بأن هناك أصابع أو تحركات خارجية هي التي تمول تلك الميليشيات حتى يتم الهيمنة والسيطرة على الأوضاع في هو دي. كله خارجي، ما هو اللي بيحصل ده كله، ما يعني للأسف الإخوة الليبيين تقريبا لا شأن لهم يعني ما هماش على علاقة مباشرة باللي يحصل ده كله، في أيادي خارجية. لا بس احنا لما نيجي نقول البرلمان 200 مقعد، ليبيا الشعب الليبي حسم الموقف بالنسبه لتلك، يعني برضه في كلمه للشعب. ايوه الليبي. يعني شوفي انا يعني لما يبقى في هذه الظروف اللي بتمر بيها ليبيا من بعد مصرع الرئيس القذافي، وان تحصل انتخابات في هذه الظروف العصيبه، وان الليبيين يخرجوا وينتخبوا ويصوتوا لغير صالح الإسلاميين، وأن كل نصيب الإسلاميين في البرلمان اللي ليبيا مش عاجبها أنه تركيا مش عاجبها أنه ينعقد، كل نصيبه الإسلاميين فيه أقل من ثمن عدد المقاعد. يبقى لابد عقلا كده أو بالمنطق أنك أنت تقولي أن هناك من لا يريد لهذا البرلمان أن ينعقد، لأنه عندما ينعقد فإن الإسلاميين ليس لهم كلمة فيه، ليس لهم كلمة مؤثرة فيه. حاجة عند نقطة تركيا، دخول تصريحات لأردوغان في تلك المرحلة بتشير بأصابع الاتهام على تركيا تحديدا فيما يخص الأوضاع المتدهورة في ليبيا. ما هو ده برضو حضرتك مسألة البرلمان متصل اتصال مباشر بمسألة أردوغان. هو أردوغان كان عايز ايه في النهاية؟ وايه مشكلته مع مصر؟ هو سقوط الإخوان. ايه مشكلته مع ليبيا؟ سقوط الإخوان. لأنه مش البرلمان ده الليبي الحالي ده لوحده اللي الإسلاميين مالهمش فيه عدد أصوات مؤثر. البرلمان السابق كمان احنا لو نذكر عندما جرت انتخابات من قبل سقط الإخوان في ليبيا، وتقدم عليهم غير الإسلاميين الليبراليين، وتقدموا على الإخوان وعلى الإسلاميين في البرلمان السابق. وبالتالي فكل يعني وكأنه هذا المخرف أردوغان يرى حلمه في الذي كان يراهن عليه في المنطقة يسقط مرة في القاهرة ومرة في ليبيا، ولا يملك في النهاية غير أن هو إحنا لما نتكلم يمول ميليشيات عن أردوغان فيمكن الحديث عن التنظيم الدولي للإخوان. طبعا يعني تابعنا أنه الاجتماع الأخير لهذا التنظيم كان في تركيا. تركيا من خلال يعني طبعا من خلال الرئيس التركي لا تخفي احتضانها لهذا التنظيم، احتضانها لأنشطته، احتضانها لاجتماعاته، احتضانها لمؤامراته وتدبيراته. كل ده لا تخفيه تركيا، لأنه يعني وأرجو أن السادة المشاهدين ينتبهوا لده. 30 يونيو 2013
عندما سقط الإخوان في مصر كان بمثابة الضربة القاضية لمشروع بنى عليه أردوغان كل حلمه في كسياسي في تركيا. ولذلك جاء سقوط الإخوان وكأنه رأى حلمه ينهار أمام عينيه. فكل ما بعد ذلك بقى يجب عليك أن تتوقعيه، سواء أنه يحتضن التنظيم الدولي، يرحب باجتماعاته، يموله، يدعمه، أي كان. لأنه طيب يبقى احنا بنتكلم على حاجة لازم نذكر فيها الآن، مصر حدودنا الشرقية وكذلك الغربية، ليبيا، غزة، والسيطرة. يعني احنا شايفين الوضع في ليبيا ونعلم ما تفعله حماس داخل الأراضي الغزاوية، كيف يمكن طبعا يعني هو بس هو يعني يمكن الإخوة في غزة بعد المأساة الأخيرة والاعتداء الإسرائيلي على غزة أدركوا أنه مين اللي مهتم بغزة ومين اللي بيتاجر بقضية غزة. يعني المبادرة الوحيدة اللي كانت مطروحة هي المبادرة المصرية، وعندما توصل الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني إلى حل فقد كان على أساس المبادرة المصرية. طول الوقت بقى في الوقت ده، طوال ال 45 يوم ولا ال 50 يوم اللي استمرت خلالها الاعتداء الإسرائيلي على غزة، كان أردوغان يتاجر بالقضية ولم يكن يقدم شيء للقضية، وادعى أو زعم أن هناك مبادرة تركية قطرية، وتبان في النهاية أنها وهم، لأنه ما حدش في النهاية قدر يمسك حاجة في إيديه غير المبادرة المصرية اللي خدها الطرفين وقدروا يبنوا عليها. ففي الناحية الشرقية، على حدود الشرقية، كان هناك من يتاجر بقضية فلسطين وقضية أبناء غزة، وأظن أنهم الآن أدركوا ده جيدا وعرفوا ماذا قدم لهم أردوغان. يعني أي حد فلسطيني يقول لي بشكل واضح وصريح ماذا قدم أردوغان لأبناء غزة طوال 50 يوم تعرضوا فيه الاعتداء لإسرائيل؟ لا شيء. وتخرج التصريحات التركية فيما يخص أيضا الملف الليبي. طب إحنا لما نتحدث عن البعد الجغرافي 1000 كيلومتر، البعد عن الأراضي الليبية، كيف يكون بعد السيطرة أيضا على العاصمة، وده أمر غاية في الخطورة، كيف سيكون التصرف المصري في مثل هذا التوقيت يا أستاذ؟ وانت طبعا دم يعني لا واحد دبلوماسية يعني لا ما يعني احنا شفنا كان في اجتماع اخير في القاهرة لدول الجوار اللي لها شأن مباشر مع ليبيا، وخصوصا تونس والجزائر ومصر، ثلاث دول اللي هم معنيين بشكل مباشر بمسألة الشأن الليبي. لكن دبلوماسيا او سياسيا انت بتتحركي طول الوقت، لكن في نفس الوقت انت من ناحية بقى العسكرية انت ازاي تعملي تقدر تظبطي حدودك مع ليبيا اللي هي 1000 كيلو. 1000 كيلو ده من هنا لأسوان، يعني مسألة مش هينة. وبس أظن ان يعني المسألة برضه مش في ضبط الحدود، لانه الجيش المصري او المؤسسة العسكرية المصرية قادرة تماما على ان تضبط حدودك مع ليبيا، وكل السلاح للأسف اللي دخل بلدنا عن طريق ليبيا كان في وقت وجود الإخوان في الحكم مش الآن. يعني إذا كان هناك سلاح يدخل الآن فهو في أقل القليل جدا، واللي هو يمكن يتم تهريبه بطرق أو أخرى. إنما لو حد يجيب الصحف اللي كانت تصدر أيام الإخوان، كل الصحف المصرية ويشوف كل يوم ضبط مش عارف إيه سلاح، صفقة سلاح داخلة من الحدود الغربية إلى الأراضي المصرية، وما كانش حد وقتها يقول مين اللي جايب السلاح ده ولا بيروح فين. ولكن ظهر الامر بعد ذلك. انا بقول لك يعني فالان ما عند انت ما عندكش مشكله ك قوه او كجيش مصري في ضبط حدودك مع ليبيا، لكن المشكله انك انت عندك دوله حدودها من كلها وشواطئها بتصل الى حوالي 7000 كيلومتر. يعني دوله كبيره جدا من حيث المساحه، وبالتالي اللي بيحصل فيها لما يبقى فيها فوضى بهذا الشكل مما لا شك فيه ممكن ينعكس الى حد ما يعني يؤرقك. يعني هو يعني يؤرقك طول الوقت كدوله مصريه، لانه مؤثر عليك بشكل او باخر. فازاي تقدري تتدخلي تساعدي مثلا الحكومه الليبيه، لانه الحكومه الليبيه النهارده كان في الاونه الاخيره في اختطاف لكثير من المصريين هناك ايضا، وهناك تدخل دبلوماسي تم، والمصريين اللي هم اضطروا يلجأوا الى تونس ومن تونس جهم الى جربه عن طريق جربه. لكن الحكومه المصريه اظن دلوقتي ان هي اعتقد ان هي يعني عليها ان تعمل على محورين. المحور الأول هو أن تساعد الحكومة الليبية اللي كلفها البرلمان، الحكومة المؤقتة برئيس عبد الله الثني، إن هي
تساعدها في أن هي تنعقد وأن هي تدير أو تحاول تلملم الشأن الليبي قدر الإمكان، وأن مش لازم تنعقد في طرابلس، ممكن أن تنعقد في أي مدينة ليبية. ما هو ده اللي بيتم فعلا على أرض الواقع. والآن والسؤال السؤال كمان اللي احنا محدش برضو لقيله جواب، أين اللواء حفتر اللي هو يعني كان هناك إرهان عليه على أنه مش يتبع ده أو ده في المنطقة، أنه هو يقدر يعيد ليبيا إلى الليبيين، مش لحساب طب حد. احنا لما نقول الوضع ده على الارض السياسي والحكومه المؤقته بقياده عبد الله الثني والوضع الميداني سيطره هذه الميليشيات الارهابيه على العاصمه وبعض المدن الليبيه، احنا داخلين في تقسيم وانقسام، يعني احنا برضو الرؤيه لم تتضح بعد فيما يخص الوضع في ليبيا، ماذا يريدون من ليبيا تحديدا؟ تقسيم وانقسام؟ هو الانقسام موجود ولكن يعني هناك تقسيم. لا بس شوفي يعني انا برضو يعني في كل مره يسال هذا السؤال ماذا يراد من ليبيا او يراد بليبيا، يعني افتكر كلام قاله من فتره محمود جبريل رئيس وزراء ليبيا الاسبق، اللي هو قال انه انتبهوا، وكان بيوجه الكلام لنا احنا في مصر، انتبهوا لان هناك من يحاول ان يستعيد مصر وقصده يستعيد الاخوان يعني عن طريق ليبيا، يعني اذا ما كان عجزوا عن ان يفعلوا شيء نعم. في الداخل فهم بيحاولوا عن طريق وكانوا من باب خلفي اللي هو ليبيا في الغرب. فكل ما يحدث في ليبيا منذ 30 يونيو 2013 منذ ان سقط الاخوان القصد منه في جزء كبير منه هو مصر، لان يعني هو محاوله الكيد لك كدولة مصرية، النيل منك كدولة مصرية، محاولة يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة للجماعة الإخوانية الساقطة، لأنه في النهاية هما لا هي قدرت تعمل حاجة على الأرض المصرية ولا المتعاطفين معها والمتعاونين معها قدروا يساعدوها على أنها تعمل حاجة. فيبقى الحل أن هو تبدأ تشتغل بقى عن طريق مرة التنظيم الدولي التركية، مرة هذا العبس في ليبيا، مرة العبس في على الحدود الشرقية في غزة، كل ده في النهاية له لابد ان لو كانت خيوط متعددة فهي بتصل الى نقطة واحدة في النهاية هي 30 يونيو 2013 وقت او يوم سقوط الاخوان في مصر. لما تشوفي ماذا حدث في مصر في هذا اليوم تقدري تفسري كل ما جاء بعده ويجيء الان ويجيء مستقبلا، لانه احنا ربما احنا ما ندركش قوي او بعضنا يعني ما يدركش معنى سقوط الاخوان، ده معناه انك انت اسقطتي مشروع بكامله. فاللي كانوا يعني مراهنين على هذا المشروع كانه حلم بالنسبه لهم، مش طبعا عليك ان تتوقعي ان هم ما يسكتوش، وان هم مره يروحوا لك غزه ومره يروحوا لك ليبيا ومره يروحوا لك مش عارف. طب احنا يمكن القول بانها محاولات يائسه من قبل هذا التنظيم، يعني هي بالقطع يائسه، لانه يعني العباره برضو الفاصله هنا اذا تحدثنا عن شاننا احنا هي عباره الرئيس عبد الفتاح السيسي انه ما حدش هيقدر يهزم شعب بالنسبه لمصر. نعم. يعني لو الإخوان جابوا 1000 زي أردوغان أو تركيا محدش هيقدر يهزم شعب زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن فيما يخص ليبيا أظن أن هي في حاجة إلى عون أو مساعدة أو مساندة عاجلة من جانب الحكومة المصرية على مستويين، المستوى الأول أن هي تساعد الحكومة الليبية الوليدة أن هي تقدر تنعقد قدر الإمكان في أي مدينة ليبية، نمرة 2 أيضا على البرلمان الليبي ألا يلتفت أبدا إلى كلام المخرف أردوغان وأن ينعقد حيث يشاء له الأمر، لأنه النهاردة الكلام طلع من البرلمان الليبي قال له يعني قال لهم هو يعني البرلمان الليبي ده ينعقد في تبرك ولا غير تبرك، ما هي تبرك مدينة ليبية وطرابلس مدينة ليبية وبنغازي مدينة ليبية، يعني يستطيع البرلمان الليبي إذا أراد أن ينعقد في أي مدينة أو أي قرية ليبية. لا هو الفكرة هو مش انعقاد البرلمان في أي مدينة ليبية، هي الفكرة السيطرة التي تتم الآن، يعني إخلاء المباني الحكومية والسيطرة عليها، سقوط العاصمة طرابلس في يد تلك الميليشيات الإرهابية، يعني ما هو السيناريو المقبل أو المشهد المقبل؟ هو بداية السيطرة لهذا الوضع المحزن في العاصمة
انك انت يبقى عندك حكومه تقدر تجتمع او برلمان يقدر ينعقد. ما هو يعني هي الحكومه الدوله مين بيديرها في الاخر؟ يعني لابد ان يبقى في سلطه تنفيذيه ممثله في الحكومه تقدر تجتمع في اي مدينه، واحنا علينا ان نسعى الى ده وان نمكن الحكومه الليبيه. طب خلينا نطرح طرح تاني او رؤيه اخرى عند انعقاد هذا، يعني هذا البرلمان وهذه الحكومة إذا خرجت إلى النور بعد هذه الحكومة المؤقتة، الميليشيات وضعها سيكون إيه مع الحكومة الليبية أو السلطات الليبية؟ ما هو وضع الميليشيات، البرلمان الليبي أصلا بيتبنى دعوة لابد أنه يمشي فيها إلى آخره، وهو تجريد كل الميليشيات من سلاحها، ودي نقطة البداية، لأنه الكلام عن 25 مليون قطعة سلاح موجودة في ليبيا، بتتكلمي ده رقم ردد أو اتقال كتير على لسان مسؤولين ليبيين سابقين وحاليين. ولذلك لما يبقى البرلمان الليبي، وده برضه يمكن يفسر لك ليه هم مش عايزين البرلمان الليبي ينعقد، لأنه جاي وفي أجندته أو في من حيث أولويات عمله نمرة واحد يعني تجريد كل الميليشيات الليبيه من السلاح، لانه احنا وهل سيتمكنوا من ذلك كبرلمان في ظل تلك السيطره الارهابيه على الاراضي الليبيه؟ لا، بس يعني لو البرلمان ممكن او تم تمكينه من ان ينعقد يستطيع ان هو تدريجيا ينفذ، لان انت في النهايه يعني حكايه الميليشيات والتناحر وهذه الميليشيات في النهايه هتقضي على بعضها البعض. ما تقدرش يعني في النهايه هذه لا مستقبل لها، بتتكلمي عن اذا كان بتتكلمي عن المستقبل القريب او حتى البعيد، لابد ان تكون هناك في يوم من الايام حكومه في ليبيا، ولابد ان تكون دوله في ليبيا. امتى بقى نتكلم؟ نختلف حوالين المدى الزمني، لكن هل ليبيا لا الدول الجوار لها سواء احنا او تونس او الجزائر هتسمح بان هي تتحول الى دوله فاشله، دوله غير قادره على اداره امرها؟ ولا اعتقد ان الليبيين الذين خرجوا وصوتوا وانتخبوا وجاءوا بهذا البرلمان هيسمحوا ابدا بانه تتحول الدوله الى دوله فاشله. ممكن نتكلم عن الوضع الشعبي، يعني كيف يمكن النظر للوضع الشعبي؟ هو الليبيين بقى يعني برضو احنا من وقت لاخر نلاقي الليبيين كتير بيخرجوا في مظاهرات سواء في طرابلس او في اي مدينه تانية ضد كل الميليشيات ديت، لكن هل الرأي العام الليبي الليبيين نفسهم قادرين على حسم المسألة؟ أنت محتاجة إلى حكومة قوية، حكومة عندها قوة تستطيع أن تتحرك بها على الأرض. قوة عسكرية يا أستاذ سليمان. قوة عسكرية طبعا. يعني ما قوة عسكرية طبعا. لما تيجي تتكلم عن الجيش الليبي الآن، هل الجيش الليبي الموجود حاليا قادر على أن يطارد هذه الميليشيات أو أن يجردها من سلاحها؟ أعتقد طيب ده مش خلينا نكمل مع حضرتك، ولكن دعونا نقف مع هذا الاتصال الهاتفي من ليبيا. ومعي أستاذ حسن إمبار الكاتب والمحلل السياسي الليبي. أنا برحب بستك يا أستاذ حسن على شاشة النيل الأخبار وفي هذا المشهد، ونتحدث عن سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على بعض المدن الليبية ومن أبرزها مما لا شك فيه العاصمة إخلاء المباني الحكومية والسيطرة عليها. أنتم كليبيين كيف تنظرون الآن للمشهد الليبي؟ يعني حقيقة يعني من يشاهد المشهد الليبي عن قرب يعلم تماما أن المجاميع المسلحة المتواجدة في العاصمة طرابلس وفي المدن الليبية الأخرى، يعني هذا الخبر ليس بالجديد، وإنما رأينا في مرات عدة يعني اقتحام عدة وزارات وعدة مباني حكومية، سواء كان من خلال اقتحام وزارة الخارجية والعدل والداخلية فيما سبق، أو يعني عدة الاقتحامات التي كانت تحدث في المؤتمر الوطني العام. يعني ما يعني يا أستاذ حسن، يعني أنتم اعتدتوا على هذا المشهد، يعني الأمور بالنسبة لكم بقت عادية أم كيف يمكن النظر إلى الأمور ليست عادية طبعا، لا يمكن أن تكون الأمور عادية عندما لا يكون هنالك استقرار وأمن وأمان، وعندما لا تكون المؤسسات الرسمية المتمثلة في الجيش والشرطة هي الفاعلة على الأرض، كما أن ذلك يقود إلى نوع من الفوضى الأمنية ونوع من الفوضى السياسية، وحتى يعني الحياة اليومية أصبحت تتأثر بما تشهده ليبيا من هذه الإرهاصات إن صح التعبير والصراع السياسي المسلح على السلطة. نحن رأينا أن تصاعد الموقف حدث بعد أن ظهرت نتائج الانتخابات، يعني بعض لا يروق له تلك النتائج ولا يروق له هذا المجلس النواب الذي انتخب
في انتخابات هي نزيهة ومعترف بها من الجميع في الداخل والخارج. يعني البعض كان يعول على هذا العمل العسكري علّه يستطيع أن يحقق شيء ما، علّه أن يعوض تلك الخسارة التي حدثت في الانتخابات بسيطرة على يعني أهم مدينتين جديدتين ألا وهما بنغازي وطرابلس، ولكن أعتقد أن ذلك المشروع لم يعني يسير حتى نهايته ولم يحقق أهدافه حتى اللحظة. نحن نرى يعني المحيط الإقليمي يؤيد مجلس النواب والحكومة المؤقتة، نحن نرى المجتمع الدولي سواء من خلال الاتحاد الأوروبي أو من خلال الولايات المتحدة أيضا يعترف بمجلس النواب وكذلك بالحكومة المؤقتة. أعتقد أن يعني هذه المواقف الإقليمية والدولية سوف تساهم في نوع من الضغط على أولئك الذين لا يؤمنون بأن هذا المجلس هو الممثل الشرعي والوحيد لليبيا ولا يؤمنون بهذه الحكومة. يعني أعتقد أن هذا الضغط قد يولد قاعدة حوارية توافقية في ليبيا، قد يجنب ليبيا بعض الانعطاف أو بعض المواجهات العسكرية التي نراها أكثر دموية الآن في منطقة بنينة وفي البعاطني كما هو المشهد منذ 10 أيام مضت، ونحن نرى بعض الجماعات المسلحة تحاول السيطرة على مطار بنينة وقاعدة جوية في بنينة التي يرابط فيها يعني بعض من قوات الجيش الوطني وكذلك قوات الصحة. فأعتقد يعني هذا المشهد الذي فيه نوع من التطرف الإسلامي وفيه نوع من التطرف السياسي الآخر المتمثل في بعض الجماعات التي تعلن أنها يعني أكثر اعتدالا من بعض الجماعات الأخرى، ولكن أعتقد كل من يزعزع الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في ليبيا هو يعرض المصلحة العليا لليبيا الخطر. أعتقد ليبيا أتفق مع ضيفك ليبيا تمثل حاجة إلى مساعدة الأشقاء أو الدول المحيطة بليبيا سواء المتمثلة في مصر والجزائر هاتين الدولتين القويتين أو حتى في الدول الأخرى. يعني ليبيا حدودها شاسعة جدا وأن الجميع قد ينكوي بما يحدث من انفلات في ليبيا. طيب أنا معي يا أستاذ حسن، أنا معي أستاذ سليمان جودة الكاتب الصحفي، ليه تعليق؟ تفضل أستاذ حسن. يعني سؤالي، أهلا بيك، سؤالي لك هو أنتم في ليبيا هل عارفين مين بالضبط وراء هذه الميليشيات ومن يمولها ومن يضع السلاح في يدها؟ حقيقة يعني طبعا هذه المجاميع المسلحة في ليبيا وتلك الميليشيات تكونت عندما حصل انفلات أمني كبير جدا وعندما فتحت مخازن السلاح. ليبيا كما تعلم بها ترسانة كبيرة جدا من السلاح يعني الروسي وغير الروسي، تلك الأسلحة يعني تم الاستيلاء عليها من قبل بعض الجماعات يعني متمثله بشكل جهوي او بشكل قبلي، واستغلت بعض الجماعات الاخرى الاكثر تنظيما سواء التي كانت تعمل في السرب السابق او التي لها بعض الاجنده المحليه والخارجيه، استغلت الفرصه يعني وسيطرت على الكثير من الاسلحه لدرجه انها اصبحت تشكل رقم صعب على الارض. تطور الموقف بعد يعني ان لملمت تلك الجماعات يعني الحالها او كونت يعني قاعده فعلا تستطيع من خلالها المشهد السياسي والمشهد العام في ليبيا، أصبحت تسعى إلى أن تصل إلى السلطة بشكل أو بآخر. قد تستطيع أن نقول بكل صراحة أن تيار الإسلام السياسي في 3 سنوات الماضية عندما استطاع أن يسيطر على المؤتمر الوطني العام تسلل إلى عدة يعني أماكن في الدولة الليبية سواء في الجهاز التنفيذي أو في الجهاز العسكري أو في الجهاز الأمني. الآن يصارع من أجل عدم فقدان تلك المكاسب التي حققها على الأرض. كذلك نتفق معك يعني تماما ان ما حصل في مصر من سقوط جماعه الاخوان المسلمين اثر هو الاخر على المشهد في ليبيا. نحن نعلم ان جماعه الاخوان المسلمين ليس خاف على احد، لها اتصالات ولها يعني تحالفات ظاهره بالملا مع قطر ومع تركيا، هذا الشيء يؤثر ايضا في المشهد الليبي. فالان اعتقد من مصلحه دول الربيع العربي ان صح التعبير ومصلحه الدول المحيطة بليبيا أن يعني تكثف الجهود من أجل حماية الحدود. أي يعني برضو على عدم تسبب أستاذ حسن من وإلى ليبيا. يعني هذه الميليشيات تعمل لحساب نفسها ولا لحساب أطراف أخرى إقليمية ودولية؟ يعني بشكل واضح في ليبيا ما هو الاعتقاد، ما هو الانطباع عن هذه الميليشيات؟ خاصة بأن هناك تصريحات لأردوغان خرجت فيما يخص الشأن الليبي أستاذ حسن. نعم 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 نعم، أردوغان في تصريحاته الأخيرة تدخل في الشأن الليبي بشكل صريح جدا، ونحن رأينا كيف أن الحكومة الليبية يعني استنكرت تلك التصريحات واستدعت
كبير ليبي لتشاور من يعني أنقرة. ظل بعض يعني المعلومات الخاصة بنا تقول أن كان قبل قوسين أود أن يقطع العلاقات مع تركيا. أما بالنسبة إلى موضوع السلاح والمجاميع المسلحة والميليشيات المسلحة في ليبيا، هي تختلف إلى عدة أقسام، منها بعض الميليشيات أو المجاميع التي تنتمي إلى مدن وإلى قبائل، والبعض الآخر الذي لديه نوع من الأيديولوجية، أو يعني قد نقول بصفة أو بصورة هي أكثر وضوح أن بعض الكيانات السياسية الضعيفة التي لم تحقق قاعدة شعبية عريضة ولم تستطع الفوز في الانتخابات التي حصلت في ليبيا، يعني بشكل أو بآخر أصبحت لها أجنحة مسلحة، يعني في تبادل المصالح بين هاتين القوتين، ما بين السياسي وبين المسلح، للفوز أو للحصول على مكاسب كما أسلفت على الأرض في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة في ليبيا. كذلك توجد بعض الجماعات المتطرفة الأخرى التي يعني لها يعني مسار خاص بها ولها شعارات خاص بها، وأعتقد أنها أكثر وضوحا من الجماعات التي تعتقد أنها معتدلة، حيث أنهم يعني يقولون بكل صراحة أنهم يريدون دولة إسلامية ويريدون فرض الشريعة الإسلامية، بل يسعون إلى يعني إيجاد إبارة إسلامية أو دولة إسلامية في ليبيا. تلك الجماعات لها بعض يعني الصلات وبعض العلاقات الأخرى من خارج. طب إذا كان الجماعات لا تؤمن بالحدود ولا تؤمن بالمركزية في الطرح أو في طيب استاذ حسن، انت حضرتك من شويه كنت بتتكلم عن الانتخابات الاخيره، يعني اذا كانت الانتخابات ديت ادت الى انه التيار الاسلامي السياسي كله ياخد 23 مقعد من 200 مقعد في البرلمان، هل حضرتك شايف انه النتيجه ديت بهذا الشكل لها علاقه بما يجري الان؟ نعم لها علاقه مباشره بما يجري الان، بل نحن راينا تصعيد الاخر عندما دعا ذلك التيار الى عوده المؤتمر الوطني العام والى تشكيل حكومه اخرى. يعني هنا الدفع يعني باتجاه انقسام ليس سياسي فقط في ليبيا، ولكن يعني ان حدث هذا قد يحدث يعني انقسام في ليبيا كما يعني يتمنى بعض الاطراف الاخرى الخارجيه. نحن نعلم ان يعني بعض الاطراف الدوليه هي ليست ملائكه، نحن نعلم ان الولايات المتحده الامريكيه او بريطانيا او حلفائها الاخرين ليسوا بملائكه. طيب وليسوا يعني استاذ حسن حضرتك، ولكن لها مداخل خاصه. نعم استاذ حسن حضرتك، يعني منذ قليل ذكرت لي بانكم تعولون على دول الجوار، وذكرت تحديدا مصر وكذلك الجزائر. ما هي الادوار اللي انتم مستنيينها من تلك الدول او المنوطه بتلك الدول في تلك المرحله الحساسه التي تمر بها بلادكم؟ يعني المهم في هاتين الدولتين ان مصر والجزائر يوجد بها استقرار سياسي واستقرار امني كبير. نحن نعلم ان الجيش المصري والشرطه المصريه وكذلك المخابرات المصريه كان يعني لها الدور الاكبر في عدم يعني دخول مصر في نفق مظلم. يعني كذلك المهم ايضا ان القاعده الشعبيه والقاعده السياسيه في مصر هي يعني ناضجه بشكل كبير جدا، لم تصل لها القاعده يعني الثقافيه والسياسيه في ليبيا الى نفس الدرجه. الجزائر نعلم الجزائر يعني نعم يعني الجميع يعلم ان يعني العسكر والامن له دور كبير جدا في السياسه الجزائريه. نحن نعلم ان الصوره نعم وصلت الان. استاذ حسن انبار الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من ليبيا، شكرا جزيلا لك، وحنتابع ايضا هذا المشهد، ولكن دعونا نتوقف مع استاذ عادل عبد الكافي المحلل السياسي، ولكن هذه المره من القاهره. سيد عادل، كيف تنظرون الان للوضع في ليبيا؟ السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الوضع في ليبيا وصل إلى حالة انسداد سياسي بمعنى الكلمة. الآن مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب الليبي يبحث عن دعم إقليمي ودولي، ولا يبحث عن قاعدة وشعبية ولا دعم شعبي. الآن هو لا يتحرك خارج نطاق مدينة طبرق، لا يستطيع التواجد في بنغازي، لا يستطيع التواجد في العاصمة، لا يستطيع التواجد في وسط ليبيا، فهذا سبب إشكالية كبيرة. أيضا آخر القرارات السيئة يتم تكليف حكومة السيد عبد الله السني بتشكيل حكومة جديدة، وهو يعلم جيدا أن هنالك اعتراض شعبي واسع كبير جدا على السيد عبد الله السني من خلال أدائه في الفترة الماضية، وأيضا اعتراف السيد عبد الله السني بأنه لا يملك السلطة على مقرات الوزارة
في طرابلس، فلذلك هنالك إشكالية كبيرة جدا. فبالنسبة للحلول هي سريعة، ويستطيع مجلس النواب أن يتنازل عن عناده السياسي بأن يعترف بأخطائه أنه ارتكب أخطاء متمثلة في قرارات سيئة، من ضمنها الاستعانة بالخارج، أيضا وصف قوات فجر ليبيا بالميليشيات أو المجموعات الإرهابية، أيضا قرار تكليف السيد عبد الله السني. هنالك كفاءات وشخصيات أخرى تستطيع قيادة البلاد ولديها القدرة ولديها الإرادة السياسية، لكن أن يتم اختيار هذه الشخصيات على بنود معينة، على تكليفات معينة. أيضا عليه الاهتمام بالملفات الهامة في ليبيا، وهي جمع شتات الشعب الليبي الذي تفرق الآن ما بين مع أو ضد فيما يقود فيه العملية التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر. ولذلك عليه أيضا أن يتخذ موقف حاسم ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لأنه لديه القاعدة على ذلك، ألا وهي اعتراف السيد علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية السابقة بأن اللواء حفتر خارج عن سلطة الدولة، متمرد على الدولة، ومن معه أيضا السيد عبد الله السني رئيس حكومة تسيير الأعمال، عندما أعلن في بيان أيضا أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومن معه موقوع خارج. قبل أن يداهمنا الوقت، أستاذ سليمان جودة الكاتب الصحفي، لي مداخلة لحضرتك. أستاذ عادل، يعني لو سألنا عما يمكن أن تقدمه الدولتين الكبيرتين المجاورتين لليبيا وهما مصر والجزائر في مصر في الآن وفي هذه الأزمة، ماذا عليهما أن تقدم لليبيا وبشكل واضح ومباشر؟ بالنسبة ما تستطيع أن تقدمي الآن، هنالك رؤية قدمت من خلال اجتماع دول الجوار، سواء كان في مدينة الحمامات في تونس، سواء كان في القاهرة يوم 25 أغسطس، إيجاد الآلية لتفعيل البنود التي تم الاتفاق عليها بخصوص شأن ليبيا. بالنسبة لمصر، نتوقع منها أن تتدخل في حوار سياسي، أن تجمع الفرقاء في ليبيا، سواء كان مجلس النواب، لأنه هو الصفة الشرعية التي تقود ليبيا، عليه أن يحاور مجلس النواب في التنازل. والدليل على ذلك يا سيدي، السيدة ديبورا جونز عندما تقول لا يعني اعترافنا بشرعية مجلس النواب أننا نوافق على جميع قراراته، فعلى الأخوة في مصر وفي الجزائر وفي تونس الجلوس مع أعضاء مجلس النواب بأن يتنازلوا عن القرارات السيئة التي اتخذت ضد الشعب الليبي، وأيضا عليهم أن يفتحوا حوار مع القوى السياسية ومع جميع المناطق في ليبيا لرأب الصدع، وأن لا يستمروا في عنادهم الذي سيؤدي، وإن كان بالفعل قد أدى إلى انسداد سياسي وأصبح الحوار السياسي مفقود في ليبيا. طب عندي سؤال ثاني بالنسبة، كان في بس في عجالة يا أستاذ، في وقت من الأوقات كان في رهان كبير على اللواء حفتر في أنه يواجه هذه الميليشيات الخارجة على الدولة الليبية، ولكنه الآن شبه مختفي. في تقديرك أين هو؟ نمرة واحد. نمرة اثنين، هل يستطيع أن يواجه هذه الميليشيات فعلا؟ أولا يا سيدي، نريد أن نوضح شيء مهم جدا. السيد اللواء المتقاعد خليفة حفتر لا يملك صفة رسمية في الدولة، هو رجل على التقاعد. هنا يا سيدي، هل يعقل بي كعادل عبد الكافي وتكاتف مع حضرتك ومع مجموعة أخرى وأن نقوم بعملية عسكرية لا يعلم الله نهايتها؟ الآن ما الذي استجد من خلال هذه العملية التي خرجت عن إطار شرعية مؤسسة الدولة، والتي عندما مصر قامت بمكافحة الإرهاب قامت من خلال مؤسسة عسكرية متماسكة، جهاز استخبارات متماسك، جهاز شرطة متماسكة. الجزائر يا سيدي قضت ما يقارب 10 سنوات في مكافحة الإرهاب. نحن في ليبيا الجيش النظامي مشتت. يعني الصورة وصلت الآن. أستاذ عادل عبد الكافي المحلل والخبير العسكري، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وفي أقل من دقيقة أخذ من حضرتك تعليق أخير. هو الحقيقة تحدث عن عدم وجود جيش، عدم وجود يعني هو كمان كلامه عن أنه اللواء حفتر ما هوش صاحب صفة رسمية، لأنه هو لواء أو عسكري متقاعد. نعم. بس هو الأهم من الكلام، من كل الكلام ده، أو سواء أو حتى الأستاذ حسن اللي كان بيتكلم من ليبيا، حاجتين. أولا أنه الربط المباشر بين نتائج الانتخابات في البرلمان الليبي الحالي وبين اللي بيحصل، ويمكن ده الكلام اللي قلته لحضرتك في أول الحلقة، أنه
في ناس في ليبيا او خارج ليبيا اللي هم مرتبطين بهذه الميليشيات مش عايزين البرلمان الليبي الجديد ينعقد سواء في تبرك او في غير تبرك، لانه برلمان لا تاثير فيه ولا حجم مؤثر فيه للاسلاميين. ده لابد ان احنا ننتبه اليه ونعرف لماذا التصعيد الان ولماذا بعد ان جاء برلمان ليبي لا مكان فيه للاسلاميين كما كانوا يريدون. نعم. نمره اثنين ان هم منتظرين من الدولتين الاقوى في الجوار مصر ثم الجزائر ان هم يساعدوا في اتجاه جمع القوى السياسيه، يعني هم ما بيتكلموش عن تدخل ولا غير تدخل ولا ضرب ولا عسكري ولا بتاع، بيتكلموا عن قدره مصر على ان تجمع القوى السياسيه الليبيه او تجمع المتحاورين السياسيين الليبيين على مائده واحده من اجل مصلحه الدوله الليبيه وليس من اجل اي لصالح اي طرف اخر اقليمي او دولي. فاظن انه يعني اعتقد انه الدوله المصريه او الحكومه المصريه عليها ان تعمل في هذا الاتجاه وان تنقذ الوضع في ليبيا باسرع ما يمكن. الصوره يعني اتضحت في كثير من النقاط. استاذ سليمان جوده الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا على هذه المتابعه. مشاهدينا الكرام، وصلنا الان الى ختام هذا المشهد على راس هذه الساعه في تمام الساعه 6 بتوقيت القاهره، 3 بتوقيت جرينتش، خدمات اخباريه جديده بصحبتي انا وزميلي شادي شاش. كونوا معنا دائما والى اللقاء.